خليني أخذكم أيضا في مقاطع متداول بعنوان رفيق حتى المشيب، تداوله رواد التواصل الاجتماعي لزوجين مسنين يساندوا بعضهم البعض. خلونا نتابع. قلبي آخ والله، يعني جميل، مقطع جميل. لما نتكلم ونقول شريك الحياة، أنا أرى أن هذا المقطع هو المعنى الحقيقي لكلمة شريك الحياة. يعني هذا شريك حياتك كامل، صح. في مشية بسيطة من الاثنين متكين على بعض، أعطاك المفهوم، معنى الحب، معنى الاعتماد، معنى السند، ومعنى الشريك، معنى الأمان، الراحة، رفيق حتى المشيب. ترى هذا شيء مو سهل، خاصة يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يتمم عليهم يا رب وطول العمر يظلون مع بعض. يعني في الزمن هذا ما عاد نلقى، والله يا أودي. يعني خلينا نقول، ننطلق من هذا المقطع ونقول شغلة. لما بنجي نرتبط وبنجي نأسس حياة وبنكون حياة، بنحط معايير كثيرة لاختيار هذا الشريك. لم يكن واحدة من خلال من هذه الاشتراطات انه شخص يستمر معي لنهاية حياتي. بنأشر او بنختار بمؤشرات مالية، بمؤشرات تعليم، بمؤشرات مجتمع وعوائل وقبائل وكثير من المعايير، وما بنختار الشخص اللي بيكون فيه كل الشيء اللي بيخليني يصل معايا يمكن لاخر يوم في حياتي او اكون معاه لاخر يوم في حياته. هذا المؤشر، لانك لما كلمة شريك حياة كلمة كبيرة، كلمة كبيرة، احسنوا الاختيار عشان في النهاية تصل إلى أن تحقق هذا المشهد اللي شفناه. صحيح.